بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك طلاب الفيزياء طلاب عشر أهلا وسهلا بكم في برنامج درس على الهواء في هذه الحصة بإذن الله سنستكمل ما السابق القوة الدافعة الحث نون فردي اليوم بإذن الله في قانون لينز يمكن تعرضنا فيه كذا في الحصه السابقه في الاشاره السالبه في قانون فردي. بسم الله. قانون لينز يمكن نفرق بين قانون لينز وقانون فردي. لو كتبنا قانون فردي نذكر ابسلون تساوي سالب ان دلتا فاي تي. هنا نلاحظ الإشارة السالبة هي إشارة قانون لينز أما كقانون هو قانون فردي ولكن الإشارة السالبة هي التي تخص قانون لينز أه قانون بحيث فردي كان يحسب القيمة العدد والرقم في أه لينز يستطيع ان يجد اتجاه التيار الحثي اذا نقول ان لينز او قانون لينز يحدد اتجاه التيار الحثي اذا يكون او او قاعده لينز او قانون لينز على ماذا ينص؟ ينص ان التيار الحثي المتولد التيار طبعا اكيد يتولد تيار حثي لأن عندي قوه دافعه تغير الفيض و قوه دافعه وتولد تيارا حثيا هذا التيار الحثي سوف يولد مجالا حثيا طبيعي جدا أي تيار حوله مجال فالتيار الحثي يولد مجالا دل... المجال الحثي سوف التغير في المجال الأصلي يعني لازم مجالين في الموضوع مجال أصلي المجال المغناطيسي الأصلي المتغير الذي يتغير مجال أصلي قد يكون من المغناطيس وقد يكون مجال مغناطيسيا ناتج من تيار كهربائي نفس ما ذكره أرسطو فهذا المجال المغناطيسي يجب أن يكون متغيرا أسألك غير المجال المغناطيسي إذا تقرب مغناطيس وتبعد من ملف هذا المغناطيس أو المجال المغناطيسي مصدره مغناطيس وقد يكون مجالا مغناطيسيا مصدره تيار كهربائي نسمة كان فردي في التجربه الاولى كان يغلق ويفتح المفتاح ويفتح المفتاح لدائره كهربائيه تيار اذا المجال المغناطيسي نتج من تيار ليس هناك مغناطيس طيب اذا القانون قانون فردي او نص قانون فردي يكون اتجاه التيار الحثي المتولد في ملف مقاوما هنا هذه هي اللي راح ندرسها المقاومه للتغير بالفيض الاصلي المسبب لهذا التغير اذا التغيرات او المجالات اللي راح ندرسهم مجال مغناطيسي اصلي مغناطيسي حثي متولد لازم نميز ما بين هذه المجالين والمجال طبعا الثاني الذي هو يقاوم مجال حثي عشان نفهم قانون اللينز خلينا ناخذ هذا المثالين مثال اقرب مغناطيس لاحظ الصوره امامك مغناطيس اذا هنا اقتراب اقتراب لو رسم المغناطيس طبعا هذه المساحه مساحه الملف هي هذه هذه هي المساحه عيد الخطوط خلينا نرسم لك المغناطيس هذا المغناطيس الان مره ثانيه اعيد هذا الان المغناطيس تكون بهذا الكيفيه كثافتها عند عند القطب اكثر القطب تبتعد الخطوط خلاص كذا المغناطيس الان لما يكون الخطوط التي تخترق الملف اقل قرب المغناطيس إذا تقريب المغناطيس تبدأ الخطوط تزداد. تزداد تقرب تزداد يعني تعبر إلى الملف أو تخترق الملف بشكل أكبر لين ما يصير الملف نقول أن جميع الخطوط الآن اخترقت مثلا هنا تغير عدد الخطوط للمساحة مساحة الملف يعني تغير الفيض خلاص وجد تغير الفيض الآن في هذه المسألة وجد تغير الفيض عشان تتولد قوة دافعة ويتولد تيار حفي نعم هناك تيار حفي يتولد في الملف الآن بسبب تغير الفيض في حالة تقريب المغناطيس من الطرف ايه? شايفين الطرف قرب المغناطيس إليه فيض. إذا هذه الحالة اقتراب المغناطيس يعني الفيض أكتب كذا الفيض يزداد يزيد ولا يقل لازم أعرف في في لينز لازم أعرف أول حاجة لازم أميز بين المجال الأصلي والمجال الحثي. المجال, المجال الأصلي الآن هو مجال المغناطيس. متغير بالزيادة الآن. خلاص كذا؟ آه يولد مجال الآن فإن التيار الحثي إذا آه اقتراب المغناطيس من الملف يولد يولد تغير في الفيض. وتغير في الفيض يولد قوة دافعة في الملف. والقوة الدافعة تولد لي تيارا حثيا. هذا التيار الحثي في الملف طبيعي جدا انه يولد مجالا حثيا، هذا اللي اريده بالترتيب هذه الافكار اعيد مره ثانيه اقتراب المغناطيس للملف زياده الفيض معنى اخر تولدت قوه دافعه في الملف القوه الدافعه تولد تيارا حثيا في الملف التيار الحثي الان سوف يولد مجالا حثيا هذا المجال الحثي هو الذي سوف يقاوم طيب لو قلت ارسم وين المجال الاصلي؟ اتجاه المجال الاصلي هذا اللي بالاخضر الان هو المجال الاصلي اتجاه شفتوا وين رايح اليمين بي كيف؟ واضح يخرج من القطب ان المجال الاصلي هذا نسميه الاصلي المتغير الاصلي المتغير هو الذي يزداد الان لانه يقترب سوف يتولد مجالا حثيا في الزيادة يعاكس أو يقاوم الزيادة طيب معنى آخر فإن التيار الحثي يولد مجالا حثيا يقاوم المجال الأصلي بحيث يكون قطبه الشمالي يعني الملف سوف يولد قطبا شماليا قريب من القطب المغناطيس هذه المقاومة تسمى مقاومة غير زيادة إذا هنا نقول المقاومة أي أن القريب من قطب الملف القريب من المغناطيس قطبا مشابه علشان تحدث عملية تنافر أو أن المجال الذي سوف يتولد في الملف ركزوا بيتولد بها الكيفية اتجاهه هذا نسميه بي حثي مجال حثي كيف عرفت البي؟ واضح أن داخل المغناطيس قال من الاسئله الان وعرفت الان ال 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 المجال الحثي والمجال الاصلي متعاكسات متى هذا في حاله الزياده طيب الان ما هو التيار هناك قاعده قاعده قبضه اليد اليمنى قاعده قبضه اليد اليمنى تخيل انك ويش تقبض او تمسك هذا الملف ابهامك الابهام هذا يشير الى القطب ان. واضح ان هذا القطب N هنا. الابهام لما تمسك الملف انت الان حط ابهامك الى الان حط ابهامك الى الام الان والاصابع الاربعه هي التف في الملف. اه اذا فعلا الان التيار سوف يلتف في التيار بهذه الكيفيه. هو اتجاه التيار حسب الأصابع الأربعة وبالتالي يمر التيار الكيفية إذا أنا الآن بواسطة قانون لينز حددت اتجاه التيار فيها واضحة إذا <applause> عند, عند, عند الطرف A اللي هو القطب ممكن نستنتج أي يقاوم الزيادة بالفيض عن... يقاوم الزيادة أي أن الت... هو عكس كفي أي نقطة مهمة لما كان الفيض يزداد طيب الحالة الثانية الحالة الثانية مغناطيس أنت لما تبعد مغناطيس يعني هنا هذا السهم يدل على ابتعاد المغناطيس ابتعاد يعني الفيض يقل أنت لما تسحب المغناطيس الخطوط التي تخترق مساحة تقل التي كانت مخترقة للملف مساحة الملف تبدأ الخطوط إذا هنا حدث تغير في الفيض نعم حدث تغير نقصان الفيض يقل وبالتالي نقطة نقطة لازم أعرف أول حاجة لازم أعرفها في قانون لينز الحاجة حطت بالك ابعاد المغناطيس يقل اذا تغير الفيض يعني تولد تيار حثي ايوه التيار الحثي الان س... حثيا في الملف التيار اللي في الملف الان سوف يولد تيار مجالا حثيا ايش طبيعه هذا المجال الحثي هذا المجال الحثي يقاوم المجال الاصلي المتغير المجال الحثي يقاوم او ي... ينقص يتكون في الملف عند القطب A قطبا جنوبيا S هذا المغناطيس يعني بمعنى أنه يقاوم النقصان يقاوم النقصان هذه المقاومة أخرى أي أن المجال الحثي يتو حاجه وين اتجاه المجال الاصلي؟ هذا اتجاه المجال الاصلي بي اصلي بي اصلي يعني خارج من القطب ان من المغناطيس والمجال الحثي اذا هذا اس وهنا ان وين المجال الحثي؟ المجال الحثي سوف يكون بهذا الاتجاه بي حثي اذا آه المجال الحثي في نفس اتجاه المجال الاصلي متى هذا لما يصير نقصان في الفيض طيب طبق القاعده اللي قبل شوي تكلمنا عنها حط ابهامك الان هالمره الابهام تحطه في القطب ان واصابعك وبشرط انك انت تمسك تمسك الملف شوف اصابعي اصابعي الان تشير الى التيار وهذا الابهام بهذا الابهام. التيار يلتف في بهذه الكيفيه لازم هنا أعرف أطبق القاعدة علشان أعرف اتجاه التيار التيار في الجلفانوميتر بهذه الكيفية ويشير الجلفانوميتر ويؤشر لاتجاه التيار إذا الجلفانوميتر حالة اقتراب المغناطيس وحالة ابتعاد المغناطيس آه نرجع إلى فرادي لو جيت ثبت المغناطيس داخل لو ثبت المغناطيس بالداخل وش اللي يصير؟ ما يقرا تيار ابدا ليس هناك تغير في الفيض ليس هناك قوة دافعة <applause> ولتحديد اتجاه التيار الحثي بالملف نطبق القاعدة السابقة خلاص طبقناها إذا هذه قانون أو هذا قانون لينز إذا في قانون لينز علشان أحدد التيار نتبع الخطوات هذه الثلاثة الثلاث واحد لازم أحد مصدر المجال الاصلي، لازم اعرف مجال مغناطيس ولا من التيار، نحدد صوره التغير هل هو زياده ولا نقصان؟ لازم اعرف في حاله التغير الفيض، بعد ذلك ابدا من خلالها اطبق قانون لينز، اذا كانت زياده للتغير في الفيض قريبه ماذا متشابهه بالقبضه طبعا نفس ما عملنا طيب الفيض نعيدها مره ثانيه، في حاله واضح اقتراب هذا هنا المجال المجال المغناطيسي ركزوا في حاله اقتراب لازم تعاكسين كذا المجال المغناطيسي اتجاهه كذا اصلي هنا قلنا حالة اقتراب شايفين الأقطاب الآن الأقطاب متشابهة إذا المجال الحفي سوف يكون داخل من القطب S واضح إيه. أي قطب S إذا في الملف يكون كذا المجال في الداخل أتكلم الآن اوكي؟ اذا بهذه الطريقة اذا ابغى الطريقة ترسم هذا هو المجال اسميه بي حثي، واضح ان المجالات متعاكسة. إذا الملف سوف يقاوم التغير، تغير الزيادة بحالتين القطب أو قطب الملف القريب من المغناطيس مشابه له. صح واضح اس و اتجاه المجال عذرا عكس اتجاه المجال الأصلي. و والاصلي متعاكسين، إذا هاي نقطتين مهمات جدا علشان أعرف أن هناك حالة زيادة في الفيض. الحالة الثانية حالة نقصان في الفيض. نقصان في الفيض يعني يبتعد المغناطيس، هنا ابتعاد. ابتعاد، وين المجال الأصلي؟ المجال الأصلي واضح. أصلي لأن مصدره مغناطيس. وأعرف أحدد اتجاه المجال المغناطيسي من اتجاه المجال المغناطيسي حول المغناطيس. ما هو المجال الان في الملف داخل الملف ما دام قطب ان اذا خارج من القطب ان يعني المجال سوف يكون بهذه الكيفيه هذا هو المجال هذا هو اتجاه المجال المغناطيسي B حفي لاحظ المجال الحفي والمجال الاصلي في نفس الاتجاه اذا الاقطاب القريبه مختلفه واتجاه المجال الحفي يكون في نفس اتجاه المجال الاصلي حتى يقاوم النقصان انا الان محتاج الى الى اني ما مقاومه النقصان اذا يجب ان يكون المجال الحثي في نفس المجال الاصلي، نعيدها بصوره اخرى، نعيد هذه عند زياره الفيض، نقصان الفيض، هنا المغناطيس يقترب من حلقه. اقترابها يعني نرجع مره ثانيه اقتراب زياره فيض. زياره فيض يعني الأقطاب القريبه تكون متشابهه، يعني ببساطه استطيع ان ارسم هنا القطب لاحظوا كيف ارسم هذه ان شفتوا التيار كيف؟ هذا الوجه العلوي هالحلقة فيه هذا الحلقه فيها وجهين هذه الحلقه فيها وجهين الان وجه علوي ووجه سفلي وجه الان اللي انا اشوفه او انت تشوفه الان كلنا نشوفه نشوف الوجه العلوي الان هذا الوجه هو ان والوجه السفلي اس ليش ان؟ لان المغناطيس يقترب ان هنا الفيض هنا الفيض يزداد كاتب لك زياده فيض يقترب المغناطيس ان يكون قطب N المجالات واضح متعاكسه المجال الاصلي رايح للاسفل المجال الحثي رايح لفوق انتهينا من هذه النقطه الحاله الثانيه المغناطيس يبتعد يعني الفيض يقل الان يتولد قطب مخالف كيف اكتبها كذا هذه قاعده قاعده الاس ان ساعه اذا الوجه العلوي الوجه العلوي الان هو جنوبي اس يعني قارب ساعة تخيل انك تشوف هذه الحلقة من الاسفل تخيل تشوف هذه الحلقة من الاسفل تشوفها ان ولا اس بتشوفها ان بتشوفها ان تخيل كذا لان الحلقة فيها وجهين فيها اس وفيها ن لذلك هذه القاعدة مهمة جدا لمعرفة الأقطاب آه هنا المجال الحثي والمجال الأصلي في نفس الاتجاه خلوا بالكم المجال الأصلي والحثي في نفس الاتجاه فعلا للأسفل الاثنين انتهينا من هذه الجزئية طبعا واضح أن الوجه الواضح للناظر أما الوجه السفلي فهو شمالي صور تغير الفيض هذه هي يا الفيض يزداد ويا الفيض يقل ما هي الحالات التي يزداد فيها الفيض نقول زيادة مساحة إدخال ملف لمنطقة المجال تقريب مغناطيس من ملف كل هذه زياده الفيض إذا عندك ملفين واحد كهربائي طبعا بدون مغناطيس مثلا نسمع مثلا هذه هي حلقة آه بطاريه وهذه هذه انا نسميها ملفين هذا مثلا هذا ملف الجلفانوميتر الان التيار واضح هذا التيار كهربائي التيار الكهربائي رئيسيا حسب القاعده هذه وهذه الى المجال واخذناها في الحادي عشر هذه قاعده تحديد اتجاه مستقيم الان في هذه الدائره الان آه اذا تغلق وتفتح يعني يتغير الفيض ويتولد التيار حتى في الدائره هذه. ابعاد هذا الم... حركه تبعد اذا فين متجاورين هذا الشكل تغلق تفتح المفتاح يعني سوري عند اغلاق المفتاح عذرا هنا عشان زياده الفيض من بعض تقريبهم آه زياده شده التيار ازيد بطاريه تزيد شده التيار انقاص المقاومه لما تقلل المقاومة لو عندك مقاومة مثلا في الدائرة هذه هنا عندك مقاومة أقللها التيار يزداد إذا بهذه الحالة أنا أستطيع أن أغلق. هذه الأشياء راح تورد كثير في المساء الامتحانات في حالة غلق مفتاح في حالة زيارة مقاومة زيارة تيار كل هذه الأشياء أنت مطالب معرفتها خلنا نشوف هذا التمرين مثلا عندك هذا الشكل حلقة موضوعة في مجال مغناطيسي نسمع واضح امامكم وش مطلوب منك؟ اكتب في العمود الاول من الجدول ما يجب عليك عمله لتحقيق المذكور في العمود الثاني او في العمود الاول اريد لا يتولى التيار بالحلقة لا يتولى التيار بالحلقة اثناء تحريكها عادي احركها داخل المجال بس ما اخرجها تحريك الحلقة المجال دون خروجها اذا انت قاعد تحركها داخل المجال لا يتغير القوه دافعه يتولى التيار بالحلقه اريد عكس عقارب الساعه خلوا بالكم عكس عقارب الساعه هذا عكس عقارب الساعه الان هذا عكس عقارب الساعه عندي مجال اصلي وين المجال الاصلي اكس للداخل مجال اصلي الى الداخل طيب هنا ال عكس عقارب الساعه يعني ان عكس عقارب الساعه يعني ان اوكي اي قطب تشوف عكس عقارب الساعه يعرف ان التيار يدور آآ آآ في عكس عقارب الساعه يعني المجال هنا ماذا الحثي الى الخارج المجال الحثي الى الخارج داخل الحلقه هذا مجال حثي اللي بالاسود حثي واذا كان المجال الحثي الاصلي اللي بالاخضر واضح متعاكسات اللي بالاخضر للداخل الأصلي واللي الان رسمت الحثي بالاسود الى الخارج متعاكسين اذا هنا الفيض زياده اذا عرفت ان الفيض يزداد متى الفيض يزداد ادخال الحلقه داخل المجال ادخال الحلقه داخل المجال واحد نقول زياده زياده بي زود البي يزيد الفيض ادخال الحلقه للمجال كل هذه لا اذا اذا كانت الحلقه خارج ودخلت للمجال هنا التيار سوف يتولد عكس عقارب الساعه زورت البي الاصلي نفس الحاجه نقول هنا في عكس عقارب الساعه يتولد التيار بالحلقه مع عقارب الساعه مع عقارب الساعه مع عقارب الساعه خلاص بهذا الاتجاه مع عقارب الساعه يعني ان المجال الاصلي طبعا واضح من الرسم المجال الاصلي هذا بي أصلي, بي اصلي من الرسم مرسوم لك قارب الساعه التيار يدور مع قارب الساعه اذا هذا القطب جنوبي واحنا عارفين القطب الجنوبي دائما يكون المجال داخل منه اي قطب جنوبي المجال يدخل منه اذا المجال الحثي هو للداخل هذا حثي اذا هنا المجالين الاصلي والحثي اللي بالاسود واللي بالاخضر في نفس الاتجاه اذا الفيض يقل متى الفيض يقل؟ أبسط حاجة تقول إخراج من المجال خرج الحلقة من المجال اسحبها من داخل المجال إلى الخارج يقل الفيض وبالتالي أثناء خروج في اللحظة اللي تخرج من المجال يتولى تيارا لحظيا مع قارب الساعة ولما يخرج طبعا الملف خارج ينعدم التيار هاي التيارات هي تيارات ماذا؟ لحظية تيارات لحظية نلاحظ في هذا المثال يسقط مغناطيس سقوطا حرا كما يوضحه الشكل أي من الشكلين يستغرق المغناطيس زمنا أكبر لعبور الحلقة وردت هذه المسائل كثير في الامتحانات طيب على السريع الحلقة A على الحلقة A لما يسقط يقترب يقترب الآن الان يعني يتولد هنا ويش؟ ان أوكي إذا هنا صار عندي نوعا عن ما تنافر هنا صارت مقاومة هنا وجود مقاومة وجود مقاومة تعيق الحركة تقلل من السقوط الحر أما المغناطيس الثاني يسقط على على حلقة مفتوحة لاحظ الحلقة مفتوحة صح ماذا يحدث لا يوجد مقاومة لا توجد يوجد مقاومة يعني ما يتولد أنه لا طبعا لازم عشان يتولد إنه اس لازم مغلق ايهما اسرع اذا الشكل بي الشكل بي مرور سقوط حر وبالتالي لا يعاني اي مقاومه سيكون اسرع ويستغرق زمنا اقل يعني الان هو يريد يستغرق زمنا اكبر إذن هنا من ايه سبب وجود المقاومة المقاومة، المقاومة ذكرناها ان الملف يقاوم التغير الناشئ بالزيادة على السريع هنا في هذه الحلقة حلقة يتم سحبها ومرورها A B ألف وباء وجيم ودال مرورا بهذه المواضع حدد اتجاه التيار في كل واحده لا يوجد في في ايه لا يوجد ليش؟ ما موجود عندنا مجال هنا لا يوجد لا يوجد تيار لا يوجد تيار باء في باء لاحظ ان البي الاصلي هذا خلوا بالكم هذا بي اصلي وين؟ للخارج خارج من الصفحه دخول الحلقه الى المجال الفيض يزداد لازم اعرف يزداد لازم تذكر كذا في قانون فرد اللينز لازم اول حاجه تحدد الفيض يزيد ام يقل لا آه يزداد زيادة الفيض يجب ان يكون المجالات متعاكسة يعني يتولد مجال حثيا اكس داخلها عكس المجال الاصلي اذا هذا بي حثي هذا الاكس الان احنا عارفين اي اكس يعني اس اي قطب أس يعني التيار مع قارب الساعة ورسمناها قبل شويه. وأي قطب إن يعني التيار عكس عقلية. هذه القاعدة ضروري جدا نعرفها. الآن الإكس X الإكس X الآن يعني اس مع قارب الساعة مباشرة. ليش؟ لأن الإس هو هو جنوبي والجنوبي يدخل منه، إذا هنا إكس. والن، الن شمالي، والشمالي دائما المجال يخرج منه، إذا دوت. خلوا بالكم في هذه، إذا نحفظها بكل بساطة. أي مجال حثي إكس يعني التيار مع قارب الساعة. أي للخارج، إن. طيب رقم ثلاثة مغمورة، هل هناك تغير في الفيض؟ لا يوجد تغير. لأنها ليس هناك. تغير لا يوجد تيار لا يوجد تيار في الأخيرة الفيض يقل ما دام الفيض يقل واحدة واحدة كذا يقل الفيض بالتالي يتولد مجالا حثيا في نفس اتجاه المجال الأصلي وين المجال الأصلي؟ خارج المجال الحثي خارج لأنه في نفس الاتجاه نفس الاتجاه والدوت من هو الدوت؟ آه روح يعني يصبح هذا القطب ان يصبح هذا القطب ان والان هو عكس عقارب الساعه كذا استطعت تحديد قاعده اللينز وتحديد اتجاه التيار الحفي اذا نذهب الى الدرس الاخر او يمكن هذا المثال نفس الشيء هذا التمرين عندك حلقة حدد اتجاه التيار المتولد بالحلقة عند تحريكها بالمواقع A B C عبر مغناطيس ثابت المغناطيس ثابت و مغناطيس انت هنا الآن الناظر إذا الحلقة A الفيض يزداد ليش يزداد؟ لأنها تقترب من القطب N هنا ضروري جدا اميز الأقطار الذي يقترب من القطب ان الوجه اللي انا ما... ما نشوفه الوجه اللي غير واضح للناظر انا واضح معي هذا اللي قريب من الان راح يكون ان وهنا راح يكون اس يعني هنا يتكون مع في الحلقه A يلاحظ مع عقارب الساعه لانك انت ما قاعد تشوف الوجه القريب من المغناطيس واضحة؟ اما باء فهنا الفيض لا يتغير لا يتغير، ليش؟ لأن الحلقة الآن تعبر مجالا مغناطيسيا منتظم لا يتولد تيار. الحلقة سي تبتعد الفيض يقل. طيب أنت أي وقت تشوف؟ نعم. الوجه اللي يبتعد هو الوجه اللي تشوفه أنت الآن. يبتعد يعني يتولد إن. مخالف ان يعني عكس عقارب الساعه في وقت اخر انت ما تشوفه يكون اس اتمنى تكون وضحت ونفس هذه المسائل اللي هي اهتموا فيهم إنه ضروريه كثير آه ننتقل الى القوه الدافعه الحثيه التحريكيه وهذا الدرس يتكلم بنفس الحاجه قوه دافعه تحريكيه لسلك موضوع في مجال مغناطيسي او تحريك سلك في مجال مغناطيسي سلك طوله L تم تحريكه بسرعه في ما واضح في الصوره ماذا يحدث فان الشحنات داخل السلك سوف تتاثر بقوه مغناطيسيه هذه القوه هذه القوه تسحب الشحنات الموجبه سوف تتجه الى الاعلى والسالبه تتجه الى الاسفل لما تسحب السلك انت الان حسب القاعده خلاص الان هذا السلك انسحب في المجال مغناطيسي المجال المغناطيسي الان داخل الى الورقه بشكل عمودي الى الورقه وسحب الان السلك نسحب السلك الان في المجال بشكل عمودي الى اليمين واضح الحركه اللي بالاخضر الشحنات اللي موجوده في السلك ماذا يحدث لهم يتاثروا بقوه مغناطيسيه الشحن الموجبه تروح لفوق والشحنه السالبه تروح لتحت طيب كيف عرفت هناك قاعدة قاعدة اليد اليمنى نفس قاعدة فيلمينج بالضبط حركة ومجال وشحنة طبق قاعدة فيلمينج بنفس الكيفية إذا هنا هذه الحركة والأصابع تشير إلى المجال إذا هذه الفي هي حركة السلك حركه السلك الابهام خلاص الابهام حركه السلك الاصابع جميع الاصابع او اذا قلنا السبابه مثلا تشير الى الم <applause> يعني انت حط يدك على الورقه كذا اصابعك عموديه على الورقه نقول ان العمودي اليد اليمنى هو اتجاه القوه التي تسحب الشحنه الموجبه هنا للموجبة هذه فالموجبة الآن تتحرك إلى الأعلى بتطبيق هذه القاعدة حركة الشحن الموجبة لأن هي حركة التيار الاصطلاحي بعد شوية بنتكلم عنه لأن حتى في قانون لينز في قانون في قاعدة فيلمينج القاعدة تحديد اتجاه التيار الحفي هو حركة الشحنات الموجبة طيب هنا تستمر حركة الشحنات وانت تسحب بسرعة ثابتة الشحنات تستمر التجمع فتتجمع فوق موجبة خلاص فوق أصبح موجب وتحت أصبح سالب هنا يظهر مجال كهربائي أي سلك, أي سلك له مجال كهربائي من الموجب إلى السالب ظهور المجال الكهربائي يتحتم ظهور قوة كهربائية فتظهر معي في السلك قوتين قوة كهربائية وقوة مغناطيسية نفس ما ملاحظين في الصورة ركزوا في الصورة هذه هذه الشحنة الموجبة القوة المغناطيسية إلى الأعلى يد اليمنى واضحة أما القوة الكهربائية هذه للأسفل ليش؟ مع المجال وأخذناها في البداية تكون مع المجال. والمجال من وين؟ من الموجب الى السالب، فوق موجب وتحت سالب. اه اذا هنا ظهور قوتين. هذه القوتين لما يتساووا تنقطع الحركه او الانتقال. اذا تساوت القوة الكهربائيه والمغناطيسيه تتوقف حركه الشحنات ويظهر هناك فرق جهد ثابت بين القطب الموجب والقطب السالب. ظهور يعني كأن الآن هذا السلك كأن بطارية مثلناه اللي فوق موجب واللي تحت سالب بشرط هنا أني أحرك السلك بسرعة ثابتة الحركة بسرعة ثابتة يظل معي فارق الجهد بين الطرفين هنا القوة الكهربائية تساوي القوة المغناطيسية بي يعني مغناطيسية وهذه ويش كهربائيه. اذا عندنا قوتين الان قوه كهربائيه وقوه مغناطيسيه نساوي مغناطيسيه ودرسناها في الصف الحادي عشر كيو في في, في الثلاثه اللي هم اخذناهم كيو الشحنه والبي المجال وكلهم أه على بعض أه هنا نحذف الشحنه يظل معي الفي بي والمجال واحنا عرفنا المجال يساوي الفي المجال سابقا درسناه هو الفي على الدي المسافة الآن المسافة هي عبارة عن طول السلك إذا أنت الشحنة تحركت من الأسفل إلى الأعلى إذا هنا ال هو بإمكانك الآن تعوض الإي e هنا يطلع معك في النهاية ال في بي يساوي الفي الجهد على ال اضرب ضرب تبادلي يطلع معك هذا القانون اللي هي القوة الدافعة الحثيه التحريكيه ابسلون تساوي في بي ال في سرعه في مجال ال طول السلك وطبعا وحدتها الفولت هذا اول اثبات نثبت فيه القوه الدافعه التحريكيه في سلك كهربائي هذا السلك لو حطيناه شايفين السلك اللي حركناه قبل شويه لو وضعناه في حلقة مغلقة على شكل حرف يو تسمح بالانزلاق مثلا الآن لو سحبنا هذا السلك إلى اليمين يعمل هذا السلك على شكل بطارية خلاص واضح معي أي سلك تسحبه تتجمع الشحنات موجبة الآن راحت فوق واضح على سحب القاعدة اليد اليمنى وحسب اتجاه المجال طبعا نلاحظ أن التيار سوف يتجه إلى الأعلى وبالتالي يتحرك التيار بهذه الكيفية هنا نعامل السلك كانه بطاريه لان خلاص قوه دافعه هاي القوه الدافعه اقدر احسبها ابسلون بي في الال في الفي اللي ذكرناها قبل شوي طيب مره ثانيه علشان احدد التيار في هذه القاعده هذه عندك القاعده هي حركه فيلمينج او نفس القاعده اللي ذكرناها قبل شوي هذه الصابع هي المجال والخارج من الكف هو التيار او تطبق القاعده مال فلمنج السبابه اللي هي المجال والاصبع الابهام هي الحركه والوسطى او باقي الاصابع تشير بهذه الكيفيه تشير الى اتجاه التيار الكهربائي اذا التيار الكهربائي في هذه الشكل يدور ماذا عكس عقارب الساعه يدور عكس في هذه الدائره المغلقه <applause> عكس عقارب الساعة إذا هنا القاعدة هذه واضحة يمكنكم تطبقوا القاعدة لاحظ نشوف كذا طبق القاعدة الآن مباشرة قال لي داخل الورقة التيار إلى الأعلى التيار إلى الأعلى طيب الآن ننتقل عند تحريك السلك حركنا السلك من الموضع واحد هذا الموضع واحد إلى الموضع رقم اثنين حركة السلك هنا لاحظ أن المساحة ماذا يحدث لها؟ تزداد المساحة المغلقة هذه المساحة الآن هذه المساحة وش صار فيها؟ تغيرت تغيرت المساحة وصار هناك تغير في المساحة عندنا تحريك اكس هذه الاكس من هنا لهنا من موضع واحد لموضع اثنين أه، تغير السلك ازاحه مقدارها اكس فإن المساحة المغلقة سوف التي يخترقها المجال سوف تزداد المساحة التي يصنعها السلك مع الحلقة سوف تزداد المساحة هنا يتغير الفيض مما يؤدي زيادة الفيض وتتولد قوة دافعة حفية حسب قانون فارادي نعم عارفين من قانون فارادي أي تغير من مساحة أو مجال أو زاوية تتغير القوه الدافعه تتولد تولد قوه دافعه تولد القوه الدافعه سالب دلتا فاي على دلتا تي قانون فاراداي قانون فاراداي هي بي دلتا اي لان المتغير الان هي الاي طيب من هي الاي اي هي ال في دلتا اكس المساحه ال طول السلك والاكس هو اه اذا هذه المساحه هذه المساحة هي مساحة بي اكس الازاحة فنعوض بدل المساحة هنا لازم ننتبه ان اكس ازاحة على زمن تساوي سرعة وهذه الطريقة الثانية لاثبات قانون ف التحريك تساوي بي ال في الاثبات الثالث يمكن ثبته عن طريق الشغل ان يمكن حساب القوة الدافعة التحريكية من خلال معرفة الشغل اللازم لتحريك الشحنة من احد اطراف السلك الى الطرف الاخر. يتحرك احنا عارفين الشغل ماذا يساوي؟ اف ضرب دي اف ضرب دي هنا نلاحظ هناك قوة خارجية وقوة مغناطيسية في الحقيقة قوة مغناطيسية اللي هي اف بي هذه درسناها في الصف الحادي عشر تعاكس قوة السحب الخارجية كيف هي القوة المغناطيسية و اي سلك اي سلك موضوع في مجال مغناطيسي ويحمل تيار مغناطيسية اللي هي القوة المغناطيسية اذا ذكركم فيها في الحادي عشر القوة المغناطيسية B L ال بي مجال والاي التيار والال طول السلك احنا عرفنا القوة المغناطيسية درسناها السنة الماضية القوة المغناطيسية المؤثرة على شحنة اللي هي كيو في بي قبل شوية شرحناها وهذه الان هي القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يحمل تيار موضوع في مجال مغناطيسي طبعا هذا الان السلك لما حركته من واحد الى اثنين تولد في تيار حثي اثناء هذه اللحظه سوف تتولد قوه مغناطيسيه هذه القوه المغناطيسيه نفس الحاجه تحدد بقاعده قاعده اليد اليمنى هذا يدل المجال طبعا لاصابع المجال والابهام طبعا لاصابع المجال والابهام الخارج من الكف هو القوة المغناطيسية فأنت لما تعمل بهذه الكيفية الإبهام اتجاه التيار والأصابع هي المجال والخارج من الكف هو القوة المغناطيسية لذلك رسمت القوة المغناطيسية الآن في الاتجاه لليسار عكس اتجاه القوة المؤثرة أو قوة السحب فالقوة الآن أو الشكل المسافة أو الإزاحة القوة هي قوة مؤثرة قوة مؤثرة على شحنة موجودة داخل في V في الـ B لذلك لما نعوض في قانون القوة الدافعة واللي هي القوة الدافعة اللي درسناها سابقا هي الشغل على مقدار الشحنة لذلك نعوض مقدار الشغل نحذف الشحنة وتبقى معك في ال اللي هو القانون اللي الآن استنتجناه قانون القوة الدافعة التحريكية خلنا نأخذ تمرين على هذه على هذا القانون اللي هو قانون القوة الدافعة التحريكية ينزلق سلك AB هذا مثلا A B على حلقة معدنية بشكل حرف U كما يوضحه الشكل واضح أن طول السلك 6 سانتي واضح من الرسم المجال المغناطيسي 10 تسلا بحيث يتحرك مسافة قدرها 2 سنتي هاي 2 سانتي. في زمن قدره 0.3 إذن احسب القوة الدافعة التحريكية طيب نسأل سؤال ما هو اتجاه التيار الآن في هذا السلك ما هو اتجاه التيار المجال الآن إلى الخارج ب المجال ب واضح خارج إصبعك الإبهام خليها مع حركة إلى اليمين أصابعك إلى الخارج واللي اللي هو اللي الخارج من أو عن طريق فيلمينج بالكيفية يكون التيار إلى الأسفل التيار إلى الأسفل هذا هو التيار أعيد مرة ثانية حط القاعدة قاعدة فيلمينج حركة السلك إلى اليمين والمجال إلى الخارج طبعا إلى الأعلى واضح خارج الصفحة والتيار هو ما يشير اليه باقي الاصابع او الخارج من كف اليد، الخارج من كف اليد، يكون بهذه الكيفية، يعني التيار سوف يدور مع قارب الساعة في الحلقة. ما هي القوة الدافعة بي في الال في ال في، بي ال في. البي هو المجال 10، والال 6 سم. حوله صفر صفر 0.06 ضرب السرعة هنا السرعة احنا عارفين السرعة تساوي المسافة على الزمن المساء السرعة لو حسبتها كذا V تساوي السرعة تساوي المسافة اللي هي 2 او 0.02 صفر صفر على الزمن تروح تعوض عنها هنا 0.02 صفر صفر على صفر فاصل ثلاثة وتستطيع من خلالها حساب القوة الدافعة التحريكية لو أعطاك مقاومة مثلا قال لك هنا مقاومة خلينا نشوف سؤال آخر هذا السؤال أيوة هذا السؤال ملف مكون من لفة واحدة مرتبط بمقاومة R ثلاثة أوم يدخل منطقة مجال مغناطيسي شدته 15 تسلا احسب قيمة القوة الدافعة قيمة القوة الدافعة المتولده حاله استطيع استطيع ان اجد القوه الدافعه ابسلون تساوي بي في ال في ال كم يساوي البي؟ 15 كم يساوي ال 20 سانتي احولها الى المتر كم السرعه؟ أه... 1.4 أو اوجد قيمه القوى الدافعه بالفولت حسابيا وجدنا الان قيمه القوه الدافعه طلب ما هي قيمه التيار الذي سوف يسري في هذه الدائره وحدد اتجاهها هنا تحديد الاتجاه يختص في لينز اما ايجاد قيمه التيار فهو من جانب ويش القوى الدافعه القوه الدافعه او الاي تساوي ابسلون خلاص قيمة الابسلون مقسومة على قيمة المقاومة يعطيني قيمة التيار إذا أنا استطعت الآن إيجاد قيمة التيار وكذلك قيمة القوة الدافعة احسب أو حدد اتجاه ال... التيار تحديد اتجاه التيار في الملف هي قاعدة فيلمين أو لينز هنا يمكن لينز احددها ان الملف يدخل الى منطقه انا اشتغل الان في الاثنين استطيع بلينز وبفيلمينج فيلمينج سهله وسريعه بهذه القاعده الابهام هي هي المجال والتيار راح الى الاعلى بكل بساطه اذا هذا التيار عكس عقارب الساعه طيب كيف لينز؟ لينز علشان احدد التيار في لينز أعرف ما هو الفيض دخول الملف إلى منطقة المجال يدخل يعني الفيض هنا يزداد نقطة هذه أرجع إذا الفيض يزداد المجال الأصلي والحفي مع بعض ولا متعاكسين خلينا نشوف ها أصلي بأصلي وبالاخضر الان ارسم البي الحثي داخل الملف الحثي يتولد. دخول الملف الى الداخل يزداد الفيض. زياده الفيض المجالات متعاكسه. المجال الحثي والمجال الاصلي. المجال الاصلي للداخل، المجال الحثي الى الخارج. ركزوا دوت. خلاص؟ هذه. هذا نسميه بي حثي. وذكرنا قبل شويه اي وجه المجال يخرج منه اذا هو قطب ان وبسوي ان بهالكيفيه والان عكس عقارب الساعه اشتغلت بقانون اللينز او قانون فرادي في تحديد التيار يصلح اذا وصلنا الى نهايه الحلقه هناك المزيد من التمارين اتمنى من طلاب تدربوا على حل مسائل الاختبارات وحل مسائل أخرى لتمكن من قانون لينز وقانون القوى الدافعة أه نلتقي فيكم بإذن الله في حلقات قادمة وفي